ابني عمره 10 سنوات أقوم بعمل اتفاقات مثل وقت اللعب أو التابلت بي سي ولا يلتزم، ثم يأتي ويعتذر. طيب جيد أنه يعتذر، حلو، ولكن يعيد نفس الغلط ونتفق على وقت آخر معين لكن لا يلتزم وإحنا نصرخ. لا طولي بالك شوي، شوفوا الطفل دائما يتبع شهوته ويتبع مزاجه ويتبع وناسته. احنا لازم نفهم شخصية الطفل. فاحنا لما نسوي اتفاق مع عمره 10 سنين انه في اوقات معينة يلعب في التابلت بي سي مثلا ولا في الهاتف النقال ولا غيره، تقول يلتزم شوي وبعدين يخربط ويلخبط الالتزام. احنا دائما لما نسوي اتفاق مع الطفل الاتفاق في بنود، من ضمن البنود لازم اعطي استثناء. يعني شلون استثناء؟ يعني مثلا اذا اقول كل يوم يلعب ساعة لازم اقول له يوم الجمعة تلعب ساعتين. لازم اعطيه استثناء. ليش؟ لان بيني الاخ هذا اللي عمره 10 سنين بيني يوم الثلاثاء يقول ماما ولا بابا ابي بعد ربع ساعة زيادة. اقول له زين ما يخالف، تبي اعطيك ربع ساعة؟ اعطيك، بس اخصمها من الساعة مالت يوم الجمعة، موافق؟ يقول موافق. انتهت المشكلة خلاص. فدائما الاتفاق لا تخلونا 100% انتو، دائما حسبوا حساب انه هو الطفل يفكر بالتغيير وهذا طبيعي. ولا تضايقون ولا تعصبون ولا تصرخون. ايش حق تصرخون على شنو؟ ليش تصرخون اصلا؟ ليش تعصبون؟ التربيه كلها ايش حق تعصبون فيها؟ ما في داعي تعصبون. زين، فانتوا حسبوا حساب بالاتفاق، حطوا ساعه زياده يوم الجمعه، حطوا ساعه يوم السبت، وهذه يعتبروها عشان تستثمرون حق الاعيب الطفل. هاي طبيعي. بعدين بالاتفاق لازم يصير فيه مكافاه، إذا التزمت بهالاتفاق مدة أسبوع أو شهر لك مكافأة كذا، والاتفاق يكون في عقوبة تأديبية، هذا كله بالاتفاق. فإذا أنتم سويتوها معناته أنا بالنسبة لي أنتم ممتازين. طيب، عندك ولد مراهق أو بنت بهذا العمر مزعجينك مأذينك مو عارف شلون تربيهم؟ إحنا نساعدك في خدمة معين، نقدم لك خطة تربوية ونساعدك في تربية عيالك.